كي نحكيو على الاصلاح في بلادنا اليوم يقول لك برشا حاجات يلزمهم يتصلحوا في مختلف المجالات بما في ذلك العقليه نتاع المواطن زاد يلزمها تتبدل، صحيح ولا غلط؟ صحيح على الاخر. اول حاجه ما عادش يلوح الكوبير في الشارع من الكهرباء، ثاني حاجه ما عادش يحكي بالكلام الزايد، ثالث حاجه يتعلم يشد الصف، ورابع حاجه انه يكون هو معناها مونتاليتي نتاعو يلزمه يكون هو مقتنع على الداخل اللي هو يحب يصلح، سينو معناها ما تتصلحش البلاد وتبدا راهي بحاجات صغيره ونعلموها حتى لصغارنا راهو يقوم صباحي يخمل وين كان راقد، يهز الطاوله نتاعو، يهز صحنه، يغسل صحنه، وبتي تبتي ان شاء الله تتحسن البلاد. قولتي نزرعوها في الناشئه جديده. فوالا فوالا فوالا، على خاطر هي ثقافه كامله راهو، معناها وقت اللي تشوف انت بلادنا قداش ولات مسخه مالوغوزمون، راهو ماهوش معناها جو على حاجه صارت عندها نهارين ولا ثلاثه، راهو مخلفات عوام عوام ياسر طويله. واللي يقول لك مثلا انا ما يهمنيش وهيك العبيد راهي هي اللي لاهيه وتنظف والكل، رانا هكاك رانا ماناش باش نوصلوا. اللي تقول فيه معقول، هو يلزم العقليه تتبدل. لكن إذا كان أنت اليوم كيفاش أنت باش تعمل إصلاح وقت اللي ثم نسبة معناتها بين 40 و50% من الموظفين ماهيش قاعدة تخدم في الإدارة، فهمني؟ مازالت كل شيء معناتها كل شيء ماهيش منظمة، مازالت المحسوبية، هذايا نعرفه هذا ما نعرفوش، هذايا متابعني هذا مش متابعني، ومعناتها ما بعد الثورة، فهمتني؟ الناس الكل يحبوا على بياتهم، والناس الكل ما عادش راضية باللي هي فيه. الناس اللي يخدم وظيف ماذا بيه يولي عنده أحسن سيارة وأحسن دار وأحسن كونت في ظرف وجيز، لا يهمه في الفلوس هذيك اللي جات مسروقة ولا حلال ولا حرام ولا شيء. معناتها يقول لك رزق البيليك، رزق الدولة، فهمني؟ يلزم أنا نستفيد منه خير من اللي يستفيد منه واحد آخر، وهذا هو معناتها اللي موقفين البلاد، معناتها موقفين برشا ناس، موقفة البلاد برشا إدارات، أنا نتعامل مع بعض الإدارات، فهمت؟ اللي موقفين البلاد علاش؟ على خاطر ما نعرفوش علاش. في هيك العشر سنين السوداء معناتها كل شيء تخلوث، كل شيء سافابا. سي نورمال وقت اللي دخل رئيسنا القيس دخل على برشا اصلاحات ياسر، الصحة والتعليم والنقل معناتها بلاديك مول الدومين لقاهم كلهم مخلوذين، فهمت؟ وسي نورمال نبداو بالعقلية، توا احنا العقلية سي تري امبورتون. أنا مثلا عندي ولادي كي يجيو من فرنسا وقت اللي ياكلوا كعبة حلوة يمدوا لي القرطاس، كما لقاوش البوبيل بعضها مدوا له قرطاس بيطيشوش ديريكت. دونك اول حاجه العقليه هو كون يلزمنا نضحيو، لان معناتها الامكانيات بتاع الدوله جيس ما فهمتش، هذه العقليه الاولى. والعقليه الثانيه نحبوا بعضنا، الغني يعاون الفقير، ما نخليوش الشوارع على زبله ما نطيشوش حاجه، فهمتش؟ معناتها الغني يعاون الفقير حتى نسلكوا ان شاء الله باذن الله نسلكوا، فهمت؟ هذا برشا دول وصلوا اعظم منا، سيتياسيون اعظم منا، فهمت؟ كل شيء مخلوط، كل شيء سافا با، كل شيء تولوا دول غنيه. يعني نجموا نتجاوزوا؟ بيان سير، احنا عندنا ثروات كبيره راهو في تونس. عندنا الفوسفات، عندنا البترول، عندنا النسيج، عندنا الدقله، عندنا الزيت. صحيح، لازم ما مش تصير الاصلاحات هذه، المواطن هو الرئيسي معناها باش يصلح، يكون مواظب معناها ويتقبل الوضع. إذا كان تلقى موظف ماهوش في الاختصاص نتاعو، ما تترجاش منه أنه باش يعطيك مردودية، لأنه كل إنسان ربي خلق له اختصاص. نحن توا عبارة معناتها تحط الملاخ ودونتيست، فهمني؟ الملاخ باش تردو دونتيست يقلع ويداوي في العباد، فهمني؟ وهذا مش معقول. الموظف ما يدخل للإدارة متاعه إلا ما يكون عنده اختصاص. اليوم الإدارة بدون اختصاص داخلين فيها فرنسي، علاش ما نعرفش علاش. أنا ندخل عدة مؤسسات نلقى عباد تحكي معاه إيش قراء وتحكي معاه في الاختصاص ماهوش عارف حتى شيء، وهذايا هو اللي يدمر البلاد، يدمر الاقتصاد تاع البلاد،
يدمر فهمتي ولا لا المستقبل بتاع البلاد لانه ماهوش في اختصاصه. ولهذا فهمتي ولا لا يلزم تعاود ترجع فهمتي ولا لا ونثبتوا في الناس اللي ماهوش في اختصاصه، يا اما نوجهوه ما نقولوش نبطلوه، ما نكونوش قاسين انه لا باش نبطلوه ولا، يا اما كل واحد يمشي الاختصاص نتاعو، ما عندوش الاختصاص هذاك ما يكسرش روس الناس. انه اليوم فهمتي ولا لا راهو العباد فدت، هذه الحاجه. حاجه اخرى، ناس ما تخدمش ويقول لك لا الناس خايفه فهمتي، خايفه من الحسابات. انا حسابات اذا كان انت ما تسرقش، اذا انت ما سرقتش علاش تخاف من الحساب؟ اليوم ولا غدوه باش نتحاسبوا نحنا، طالع هابط باش تتحاسب، ما تحاسبش انت مثلا حتى تقول لا فهمتي ولا لا، وهو الرئيس صعيب وهو الرئيس شاد فهمتي ولا لا. اخي شبيه الرئيس قال لا ما تخدموش، الرئيس قال معناتها فهمتي ولا لا شلكوا البلاد، ماهوش هذا. قال شنو ليه الرئيس خايفين من الرئيس؟ الناس كل اللي تحكي معاه يقول لك خايفين من الرئيس، اخي هو غول؟ ماهوش غول هو فهمتي ولا لا. اخدم انت مريقل وما تغزر حتى شيء، اغزر كان خدمتك وما تخاف من حد. قولي انت ما عادش لوح بوبيله من كرهبته، يا اخي واحد عنده كهرباء نورمالمون يكون ويعي شويه على الاقل بابسط الحاجات معناه. يلوح بوبيله من الكهرباء؟ يلوح علاش؟ على خاطر بالنسبه لي هو يحب بلاصته، هو السيكتور نتاعو ضيق هذاك يبدا نظيف وما يهموش في السيكتور الكبير، وهي هذيك غلطه. على خاطر اذا كان انت السيكتور الصغير نتاعك يبدا نظيف والكبير يبدا نظيف، دونك اوتوماتيكمون انت باش تعيش مرتاح وما عادش تشوف حاجات خايبه. وحاجه راهي اللي بروغريسيف، راهي بالحق راهو ماهيش هضره نتاع عام ولا اثنين، راهو هانا قاعدين نشوفوا فيها تونس كيفاش ولات، الحيوط مسخه، القاع مسخه، البوبيل ريحه البلاد ماكش تشم فيها فيوحه، وهذيك منيش الكل من الزبله اللي ملوحه في الشارع. وعقليه راهو احنا خذينا معناها مثال صغير اللي هو الوسخره، اما راهي برشا حاجات اخرى راهي فيها تونس. التونسي الماده تبدا كبيره 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 وتبقى يمشي في وسط الكياس، هذا مش خبر كبير؟ شيء كبير معناها يمشي في الكياس، علاش اللي عنده الماده؟ شو الحاجات الاخرى اللي تراها تقول تيان مربوطين بالعقليه؟ لو كان جات العقليه سليمه ما نلقاوش الحكايه هذوما. الاستهلاك مثلا، هو عنده سكر في الدار، عنده 2 كيلو سكر في الدار، يحب يزيد 6 كيلو، الوغ هو il consomme que 2 كيلو par mois، يعني هذا هذه يحب يخبي مثلا. هو حاجته بدو باغيت في الفطور، يشوف العبيد هكا شاد صفه وحظبه كبيره نتاع الناس يولي يشري 10 باغيت، الوغ هو ما يستهلك كان 2، يعني حتى كان هو فطوره معناها يستحق برشا خبز، لكن ماهوش نتاع 10 باغيت. هذه زاد راهو سافي بارتي من المونتاليتي اللي لازمها تتبدل. في القرايه مثلا لي بارون يقول لك يعطيني ولدي انا نحطه في ليتود ولا في الكار ومانيش نرى فيه فاش قاعد يقرا حاجه هكا يقرا هكا، معناها هو عنده شاغج في حياته يلزمها تتنحى على الشيره بيريود صغيره هكا في النهار وتوفى الحكايه. الوغ هي لي راهي عقليه، يلزم يكون فما ان غون سويفي، يعني يلزمهم يتبعوا، فهمت كيفاش؟ دوك راهو كل شيء راهو مربوط ببعضه، راهو ماهيش ماي بركه، راهو هي شين كامله. إذا كان شين بركة تكون معناها ناقصة فيها حلقة صغيرة راهي خليت. أول حاجة النظافة، أنا مع النظافة. معناها بلادك معناها لازم تكون أول حاجة نظيفة. هذه الفائدة واحد. ونحيوا الفساد، حاجة نتاع ملك عمومي معناها ما يتمس، معناها خط أحمر، مترو، كار، أي حاجة معناها تمس بالدولة، لازم معناها يحافظوا عليه، معناها عبارة دارو. احنا معناها تونس حب بلادك، حب بلادك معناها حتى ترخ ترخ وسخ، حتى مش دبوزه ما هكا كملتها ما لازمش تطيشها، اللي هي حاجه بسيطه وما تكلفش معناها، ما تكلفش معناها حاجه سهله معناها وتوصل، ما صعيب ياسر باش تبدل الحاجه دي، صعيب ياسر. نبقاو متفائلين شويه، بنشوف انا حسب ما نشوف، ما حسب ما نشوف مثال، مش نقول لك مثال، انا في انا نسكن في حومه، نهار اقترحت عليهم نظفوا الجناش، ينظفوا البلديه، ليه ماي بلديه تو تنظف؟ ابدا بك انت ساعه من بعد تو البلديه تاخذ دور. تقول انت كل واحد يلزم تونس يحسبها دارو ويستحفظ عليها كيما دارو، كيما عائلته. كيما عائلته، من هذيك هي عائلته، معناها تاخذ تنظف واحد، شنو المشكل؟ نهار حد ما تخدمش، تلم مجموعه حاجه مسخه واحد ينظفوها. كيفاش نصلحوا؟
نصلحوا يلزم وعي، راهو يلزم وعي، ويلزم ويلزمنا نحبوا بالحق بلادنا بالحق. راهو حب البلاد راهو ماهوش بالكلام هكا، راهو بالفعل. كي تخرج للخارج وتشوف العبيد كيفاش تتصرف في بلدانها، وكيفاش بلدانها نظيفه، وكيفاش بلدانها عبيد يحترموا البراني ويحترموا العبيد اللي بيدهم موجودين، حتى في لي مويان دو ترونسبور، حتى في الادارات، حتى في الكياس، في الاسواق، بارتو فما احترام. اذا كان ما فماش احترام راهو ما عندنا وين نقدموا. دونك الاحترام وحب للبلاد والوعي، ان شاء الله بلادنا تتحسن اموا شويه اموا، هل هالجيل الطالع يلقى يعيش فيها مرتاح وما عادش يهجم منها البلاد. شوف انت الفاز اللي عملها الرئيس السنة، والله يعطيه الصحه. راه ما تقولش نحبه انا الرئيس، معناتها نحبه خاطر عمل البيك، تقولش نعرف ولا حاجه من هذا. انا متخاطب سيسير. شوف الفاز اللي عملها بتاع زيت الزيتون، الليتر يبيعوا فيها ب 23000 25000، عملت بها بس 15000. انا نعرف شكون حتى عمل عولته منهم، انسان فقير قال لي شريت 50 لتر، وقت اللي يسمع ثم في المونوبري ولا ثم في البلد يمشي يهز عايد ويشري، فهمتش؟ مثلا احنا متقاعدين عمل معنا الباهي، راهو احنا كان عندنا قانون وقت اللي جينا زياده بعد 3 سنين ثم بو تدفعوا، كانت ثم تدفعوا المؤسسه اللي كنا فيها، ولينا تو احنا وقفوا هكا القانون هذاك، وقفوا من حاشا ما وقفوا، وسلطوا ينحينا في ينقصنا في الضغط على الامبو، لان تو متقاعدين عند الامبو برشا، وقاعد يصلح حسب الامكانيات. انا حسب نشوفه هكا والعلم عند ربي، والله لا نعرفه، هو راجل طيب فهمتي، يحاول يصلح وان شاء الله باذن الله، ما دام ثم لوبينيون ثم لا فولونتي كل شيء ان شاء الله يصلح.